مع كتاب الله وفي سورة آل عمران نسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يضع لنا برنامجنا في التعامل مع الخلق، فنراه شيئا قد يكون قد غاب عن حياتنا وعن مفاهيمنا بترتيب آخر قد نكون قد أنشأناه من عقولنا أو من فهمنا الخاطئ لبعض النصوص الشرعية المرعية، أو لأننا قد ابتعدنا عن أن نعيش سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أننا قد ابتعدنا عن أن نطلب الهداية من كتاب الله وأن نقرأه وكأنه قد أنزل إلينا، وأن نتفكر في عقولنا كيف نحول هذا القرآن إلى حياة نعيشها كل يوم. تركنا كل هذا وبدأنا نتعامل مع القرآن في رسمه وفي اسمه، وهذه مصيبة كبرى. فما نزل القرآن من أجل يتلى بصوت دون أن تتدبر معانيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ فربنا أمرنا بالتدبر والتفكر. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تكلمنا عن أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل الناس، كل الناس، ده مش كل الناس وبس، ده كل الناس منذ ما خلق الله آدم، وده حاجة محدش فاهمها. وبيقولولنا أمة يعني إيه؟ أنتوا بتقولوا أمة 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 يعني إيه؟ أمة يعني كل الناس. يبقى إحنا ما عندناش تمييز عنصري، لا بنفرق بين الأبيض والأسود، ولا بنفرق بين الغني والفقير تمييز طبقي، ولا بنفرق بين الراجل والمرأة في التكليف، ولا بنفرق ما بين الحاكم والمحكوم، ونعطي الحاكم حق إلهي نقول ده ظل الله في الأرض، لا أبدا، ما عندناش الكلام ده كله. كل الناس أفقه منك يا عمر. عمر ده مين؟ ده سيدنا، سيدنا عمر الخليفة الراشد، يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. لما المرأة رجعته والأمر إيه؟ على الدليل، والراجل يقوم ويقول والله لو خالفت لقومناك بهذا بالسيف، ويقول له حاضر. ما عندناش إن الحاكم حل فيه كده حاجة من عند ربنا زي فرعون كده، ما كان بيقول أنا ربكم الأعلى، وكان الكاهن يطلع ويقول لهم ده ربنا مندوب ربنا، يعني يا ربنا يا مندوب ربنا على الأقل. ما عندناش كده، عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بيصلوا، وبيصلوا من غير حرس، فاتقتل عمر وعثمان وعلي، اتقتل. الأمة معناها من لدن آدم إلى يوم الدين. طب فهمنا اللي بعد سيدنا محمد أمته، لأنه بيعرض الدعوة عليهم. طب واللي قبله؟ قال لك اللي قبله هيستفيدوا منه في يوم القيامة بالشفاعة الكبرى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أنا عندي مليار مسلم وشوية، وخمسة مليار مش مسلم بس كلهم أمتي، لازم أدعوهم.
5 مليار. الأساس العلاقة بيني وبينه إيه؟ الحب، العطاء، الأسوة الحسنة. طب ده بيشتم، يبقى الصبر. والصبر معناته إيه؟ إن أنا ما اشتموش، أتعدى شوية كده. فكانوا يجوا يقولوا السلام عليك يا محمد، محمد السلام عليك. فالسيدة عائشة تتغاظ، فيقول لها بقى قولي له وعليكم وخلاص. ها؟ وعليكم. طب هنعمل ايه؟ يلعبوا في السلام عليكم بدل ما يقولوا السلام عليكم الكلمة الحلوة الطيبة اللي بينك وبين الخلق، السلام عليكم، هم يقولوا السلام عليكم، الهلاك عليك. طيب، فصبر جميل. صبر قال لا كمان تتقي. يبقى الصبر ده سلبي والتقوى ده إيجابي. وإن تصبروا وتتقوا، هنتقي إزاي بقى؟ اديهم بقى، حبهم، خليك أسوة حسنة. جارك اللي بيلسن عليك ده هو احتاج عربية وهو عشان ينقل المستشفى، خده في عربيتك واجري على المستشفى، هيكرهك ولا هيتغير؟ مات ولا أسلم ولا حاجة، ماشي. سمعتك ازاي يعني؟ أولادك، أولاده هيقولوا عليك ايه؟ راجل بطال، ست بطالة، ولا هيقولوا عليه الناس دي ناس طيبة؟ ها؟ ونقلوا في حتة تانية. يبقى السمعة ايه؟ ان الناس دي ناس اشرار بيدبحوا الخلق، عندهم عنف ضد الطفولة وضد المرأة وضد البيئة وضد حقوق الانسان، ولا السمعة بتاعتهم انهم يتحطوا على الجرح يبرد؟ واخد بالك ازاي؟ اصبر على الأذية وكمان اتقي. الا قلت له بس يا ربنا دي حاجة صعبة قوي. راح قال ايه؟ فإن ذلك من عزم الأمور. وكلمة عزم الأمور دي معناها ايه؟ معناها أنك إذا شرعت في ذلك أعانك الله، معناها أنك إذا شرعت في ذلك رأيت أثره بعينيك في دنياك. كانوا في قبيلتين في المغرب بيتقاتلوا مع بعض، ولما اتقاتلوا مع بعض قوم واحد قابل التاني في السكة فرفعوا كده، اثبت مكانك، ارفع. قال له انت بتعمل معايا كده ليه؟ قال له عشان انت من القبيله اللي ضدنا. قال له هو ده اللي هيحل الحكايه؟ قال له امال يحلها ازاي؟ قال له ان انت تعزمني على كوبايه شاي، ان انت تعزمني على غدوه فاعزمك، فيحصل يعني ود. لكن لما هتيجي تقاتلني وتقتلني، ما هو مش هيحصل حاجة، مش هتتحل المشكلة. فعزموا على كوباية الشاي، فالتاني عزموا على كده، فاصطلحوا القبيلتين. ما نطولش عليكم الكلام، فيعني الكلام ده هو اللي بيحكوه في القصص الشعبي، ليه معنى. ان اللي يقدم السبت يلاقي الحد قدامه. شوف الكلام، شوف الكلام. فجالي الولد حفيدي وقال لي دول ضربوني في المدرسة، زميله ضربه في المدرسة، فاحنا هنتفق بكرة وهنضربه. قلت له لا، خد الورقة دي، ورقة فيها أجندة الأيام، بيبقى في ورقة كده يسموها الكالندري، وادهاله هدية، وبدل ما تضربه تبقوا صحاب. فعمل كده. فجيه تاني يوم قال لي ده الفصل كله عايز الكالندري دي.
فاحنا عايزين يا اخوانا نتعلم كيف نحب. فشوف ربنا بيقول ايه، فان ذلك من عزم الامور. انا عايزك وانت بتقرا القران تعيشه، تقعد كده تفكر طب اعملها ازاي من عزم الامور، اصبر ازاي واتقي ازاي. والى لقاء اخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.